هل يجوز الانقطاع عن الزواج بسبب طاعة الأم والجلوس معها؟ هل يجوز الانقطاع عن الزواج بسبب طاعة الأم والجلوس معها؟ ما يمنع الجلوس مع الأم وطاعة الأم، ما يمنع من الزواج. الزواج مفيد له مصالح وعفاف وذرية بإذن الله، مصالح الزواج، لا تترك الزواج. ولا يتنافى هذا مع برك بأمك وحضورك عند أمك. نعم.